السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفنانة نهال عنبر بعد خروجها من المستشفى تستفز الجمهور بجلسة تصوير جريئة بعض الشيء بعد خروجها من المستشفى، وانها كان عندها ارتجاج في المخ بعد طبعا سقوط الدكور عليها وهي متواجدة على خشبة المسرح. تفاصيل كتير وهجوم شديد جدا، وتدافع عنها طبعا اللي بحسها محامية كل الفنانين اللي هي شايفة نفسها الصح دائما، إلهام شاهين. هنشوف قالت ايه. خلينا نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام ونبدأ على طول. كلنا عارفين ان الفنانة نهال عنبر اتنقلت للمستشفى وكانت بتعاني من ارتجاج في المخ بعد سقوط قطعة دكور على رأسها. في نفس اللحظة سقطت على الأرض وتم نقلها بالإسعاف للمستشفى، والأطباء صرحوا إن وضعها صعب وإنها يعني هنقدر نقول بعض الأوقات كانت فاقدة الذاكرة، وده اللي تم التصريح بيه من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي اللي كان متواجد معاها لحظة وصولها للمستشفى. بما إنها العضو بتاع يعني متواجدة هي عضو في نقابة المهن التمثيلية وماسكة الملف الطبي، مش هنقدر ننكر انها فنانة جميلة ومحترمة جدا وكل ادوارها محترمة، ومن اكتر الفنانات اللي لو اي حد تعرض لاي اصابة بتكون متواجدة معاه وبتسنده، سواء بالدعاء سواء انها بتروح للمستشفى. ليها شعبية كبيرة من بعض الجمهور المحترم اللي هو بيحب الفن المحترم. ولكن هي استفزت الجمهور بأول ما خرجت من المستشفى. في نفس اليوم اللي خرجت من المستشفى فيه راحت وعملت جلسة تصوير وتصورت ونزلت الصور بتاعتها. الانتقاد كان في الآتي، ان انتي لسه خارجة من المستشفى وكنتي بين الحياة والموت، معقولة اول ما تخرجي تطلع عشان تنزلي صورك وانتي لابسة معرفش ايه وحاطة ميك اب ايه؟ يعني كان الاولى تقولي الحمد لله، كان الاولى تتمسكي بربنا، تتحجبي، تعملي حاجات ترضي بيها ربنا ان هو خرجك من الازمة دي. دي بعض الانتقادات اللي الناس فعلا وجهوها ليها، وقالوا ان الوسط ده فعلا وسط منافق، وان هو بس في لحظة التعب بيطلب من الناس الدعاء، واول ما بيخفوا بيتناسوا ويتجاهلوا تماما الازمة اللي كانوا متواجدين فيها. عايزة اقول لحضراتكم حاجة، عايزة اقول لحضراتكم انها ممكن تكون غلطت في ده، بس هي عايزة تخرج من المرض، عايزة تخرج منه، كان ممكن تخرجي منه بشكل افضل واحسن من كده. ولكن بما ان دي شغلتهم، ما اعتقدش انها علشان تعرضت لإصابة أو دخلت المستشفى أنها تعتزل. كان غيرها عمل كده، كان فيفي عبده نفسها اللي كانت بين الحياة والموت والكل قال أنها توفت، كان زمانها حتى دلوقتي على الاقل ما بتعملش اللي بتعمله، لكنها طالعه وبتتصور بالبشكير وحاجه منتهى السخافه وقله الادب. نقدر نقول ان نهال عنبر انها اهون كتير قوي، لانها حتى لما عملت سيشن ونزلت الصور كانت لابسه لبس محترم. بلاش نقطع فيها قوي، ممكن ندعي لها ان ربنا يهديها، انها ان شاء الله يكون اللي جاي دايما احسن ليها. لكن تخيلوا فيفي عبده بعد كل التوسل للناس ولربنا انها تخف، رجع وبتقول انا اقوى من الموت وانا اقوى من المرض، وهقول ربنا ان انا بحب الرقص، وبتطلب ان امنيتها الاخيرة تكون على خشبة المسرح او خشبة الرقص، يعني على انها تكون بترقص في اللحظة اللي تموت فيها، وان الرقص ده رسالة سامية. عايزة اقول لحضراتكم الموت في لحظة، كلنا ممكن، هم كلهم ممكن ياخدوا سمير غانم ودلال عبد العزيز حاجة حصلت امامهم وحاجة بالفعل متواجدة معاهم وهو الوسط الفني. ربنا يهدينا جميعا ويهديها، والف حمد لله على سلامة الفنانة نهال عنبر، ان شاء الله تكوني دايما في احسن حال. انا بشكر حضراتكم جدا، سلام عليكم.